صار نفسي أتفرج، صار نفسي أشوف، مش قادر أجمع مدركات الحسية كلها في عين واحدة. حاولت، بروح وبرجع الخفيف، بس برضو مش قادر أستوعب، مش قادر ألم. يعني زي اللي ببصر لأول مرة كيف بشوف الإشي غريب، أنا هيك نفس الشيء. أنا كنت مروح مع زوجتي زي أي شخص عايش حياته الطبيعية. أنا تاجر، يعني عملي بفرض علي أني أتأخر أحيانا بالليل. كنت مروح أنا وزوجتي متجهين لبيتنا في راس العين. يعني شاء القدر أنه نمرق من هذاك الشارع، ما طلعناش من شارع تاني، وقفنا على الإشارة اللي عند بنك فلسطين. كانت بجوز الساعة 11، عفوا الساعة 12 وخمسة هيك إشي. فتحت الإشارة والله وطلعنا. بتفاجأ في شخصين يعني قلبوا قدامي. هذول الشخصين يعني حتى أنا حكيت إنه استشهدوا الله يرحمهم، بعدين يعني أخذت الأخبار الصحيحة، طلع في واحد مستشهد وواحد لا. وهذا الشخص اللي ما استشهدش أصلا أنا تواصلت معاه تليفون، فبتفاجأ منه بيحكي لي أنا كنت أشير لك أصلا بس أنت ما كنت شايف. لحظة ما وقع، فوقع قدامي تنين على الأرض وجسمه كان ينطفض. بتطلع شو فيه، أنا ما بعرف إنه في جيش، ما في كان لا سيارة جيش لا صوت رصاص، زي أي شخصين بيقلبوا قدامك على الأرض. أنا خفيت، ما عرفت إيش أتصرف، ما بعرف هو حدا لحقهم هم داخو. من بعيد بتطلع جسمه ليه بنطفض، بأشر عليه بالليزر، تأكدت إنه الجيش بتخ عليهم. على طول حطيت الريفرس وبدي أرجع، وأنا برجع سمعت صوت حديد مضرب بسيارتي وبأشر علي في الليزر. ضليت أرجع، إيدي الشمال خلتها تمسك ستيرنج وترجع لنهاية شارع فلسطين إنه أحمي السيارة قد ما أقدر، إلا إنه رصاصته سبقتني. دخلوني على غرفة كتير باردة، باردة كتير. وأنا دخلت على هاي الغرفة، أنا تأكدت إنه هاي غرفة الثلاجة اللي بحطوا فيها الأموال لتاني يوم الصبح. سمعت صوت سماعة الجامع، أنا سامع كل حركة. سمعت صوت سماعة الجامع بتحكي بتنعى الشهداء واحد واحد، قلت لها اسمي بطلع. اسمي ما طلعش. لما اسمي ما طلعش تأكدت إن أنا رح أروح. مدرك للي حواليك بس مش قادر تحكي، مش قادر احرك اصبعي لاي شخص بسعف فيي وبسالني بقول لي بس حاكيني بس رد علي. على الاخر الشعور اللي اكد لي 100% انه انا متوفي لما دخلت هاي الغرفه. هاي الغرفه مظلمه بالكامل، كان في صوت محرك، قلت ممكن هذا موتور الثلاجه، تركوني وراحوا. لما سمعت صوت سماعة الجامع بتنعي الشهداء وما طلعش اسمي قلت أنا راح أخرج منها. بعد ما كان العالم عندي إشي كتير حلو ومفعم بالحياة، وحتى لو كنا مقيدين وبلادنا مسكرة بنطلع وبنروح وبنيجي وبنستورد وبنصدر، أنا واحد عندي شركة ما بعرف اليأس، ومصنعي كان شغال رغم كل المعيقات، رغم اني انا فاتح بدير شرف. كنت اوصل العمال عندي لعند التراب واتاكد انهم روحوا عبيتهم. ثاني يوم انا بنفسي انزل استناهم عند التراب وافوتهم على المصنع عندي. ما بيأس، كنت اتحدى كل شيء، كان عندي شغف كتير حلو، هلا راح لاني في عين. مئات آلاف حكوا معي وتواصلوا معي وخففوا عني وإجوا عندي وزاروني، بس ما حدا بحس اللي أنا حاسس فيه. شعور الفقد ما حد بحسه. بدك تقول لي أنا واقف معك وحاسس فيك، بتقول لك غمض عينك خمس دقايق حط إيدك على عينك وأعطيني جواب.